لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الآداب المنشودة، ونستكمل اليوم الآداب ونتحدث عن أدب جديد من هذه الآداب، ألا وهو أدب السلام أو آداب السلام. والمقصود بالسلام أي سلام المسلم على أخيه المسلم، سلام المسلم على أخيه المسلم. والسلام أو تحية السلام ليست مختصة بالأمة الإسلامية مثلا، بل تحية السلام تحية قديمة بقدم الزمان، يعني من أول نبي من أنبياء الله عز وجل. وتحية السلام هذه تحية موجودة في الأنبياء من لدن آدم عليه السلام، بل من أول خلق آدم عليه السلام. فلما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام قال اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال السلام عليكم، ألهمه الله عز وجل هذه الكلمات السلام عليكم. فقالوا عليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. إذن هذه التحية، تحية الإسلام، هي تحية العالمين من لدن يعني آدم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ببعثته وبالإسلام كان من أول ما دعا إليه هو إفشاء السلام بين المسلمين. قال أفشوا السلام بينكم تحابوا، أفشوا السلام بينكم تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا، أي تسلموا من العداوات والبغضاء والشحناء، أفشوا السلام تسلموا. ولما لا؟ ومعنى هذه التحية يدل على هذا. إذا قال المسلم لأخيه السلام عليكم فمعناها أنه يسأل الله تعالى أن يسلم أخاه هذا، فكأنه يقول له أسأل الله أن يسلمك، يسلمك من الضلال، يسلمك من الضرر، يسلمك من كل سوء. إذن هذه تحية عظيمة جدا، السلام عليك، يعني أدعو الله أن يسلمك، هذا معنى السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تعلوا، يعني تعلوا يعني في المنزلة وفي الحسنات. الإنسان إذا قال لأخيه المسلم السلام عليكم فهو يعلو، وأخوه كذلك إذا استجاب الله دعاءه هذا يعلو كذلك بهذه الدعوة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا كان من أول ما قاله صلى الله عليه وسلم في الناس وهو يدخل المدينة والناس من حوله، فجعل يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. فكان من أول كلامه أفشوا السلام. ولذا فإن السلام تحية المسلمين، السلام دعوة من المسلم لأخيه المسلم. ولأجل مكانة السلام في الإسلام جعلت له أحكام وآداب، جعلت له أحكام وآداب. من أول هذه الآداب والأحكام
العمل على نشر السلام بين المسلمين جميعا. فانتشار تحية الإسلام بين المسلمين في كل مكان، في الوظائف، في الأعمال، في الشوارع، في انتشار تحية الإسلام بين المسلمين هي انتشار للإسلام نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. السلام وتحية الإسلام وإلقاء تحية الإسلام بين المسلمين يبعث على المحبة بين المسلمين، خلافا لمن يقول مثلا من بعض الجهلة كثرة السلام تقلل المعرفة. هذا جهل، كثرة السلام تزيد المحبة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الآداب، أي من آداب السلام، عدم الاقتصار في إلقاء السلام على من يعرف فقط، عدم الاقتصار في إلقاء السلام على من يعرف فقط، يعني أن نشيع السلام في كل الناس، وليس الأشخاص الذين أعرفهم فقط هم من أقول لهم سلام عليكم فقط، لا، بل أفشي السلام في عموم المسلمين. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: أي السلام، أي الإسلام خير، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذن الإنسان من آداب السلام يلقي السلام على كل الناس ما أمكنه، يعني ليس مجرد الأشخاص الذين أعرفهم فقط، عموم الناس، طبعا الجيران، يعني في الطريق الإنسان ما لقي أي إنسان في الطريق السلام عليكم، وخصوصا يعني أصحاب يعني من لهم سمت طيب ونحو ذلك، السلام عليكم. ننشر هذه التحية. الباعة، المصالح العامة، يعني عندما أدخل على بائع أقول السلام عليكم، أدخل مصلحة مثلا من المصالح العامة أقول السلام عليكم ونحو ذلك، هذا نشر لي. أتكلم مثلا في الهاتف أقول السلام عليكم، بخلاف مثلا بعض الناس مثلا أنه تجد يعني يستبدل هذه التحية. ولذلك هذا الأدب التالي في كلامنا، وهو الالتزام بالصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الالتزام بالصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الالتزام بهذه الصيغة السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل هذا يزيد الإنسان في الحسنات. أنت عندما تلقي السلام على المسلم فإن الحسنات تجلب لك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30. إذن الإنسان منا ما استطاع إن هو يأتي بهذه التحية يعني على هذا السياق الأخير، هذا أفضل. إذا قال السلام عليكم فقط 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، حسنات يعني من غير مجهود ولا حاجة، وننال بها كذلك غير الحسنات يعني المحبة بين المسلمين. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام تحابوا، نعم. ولذلك يلتزم المسلم بهذه التحية التي تجلب له الحسنات. أما التحايا الأخرى فإنها لا تجلب حسنات، يعني على سبيل المثال مثلا بعض الناس يقول صباح الخير، مساء الخير مثلا نحو ذلك، هذه لا تجلب حسنات. أما الحسنات فهي بتحية الإسلام الواردة عن النبي صلى الله عليه
وسلم. البعض أيضا في الهواتف يقول ألو مثلا ونحو ذلك، وخذ حسنات قل السلام عليكم. البعض أحيانا يرد، وإن كان ده يعني مر بنا في أداب الهاتف، إن يرد يقول أيوة مين، طب ما تاخد حسنات أحسن، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. هنا قد يقول قائل طب ما ممكن يكون مش مسلم. الأصل في مجتمعات المسلمين إنهم كلهم مسلمين. من الذي يعني أتكلم أقول ده مسلم يعني ما ملقش عليه السلام صحيح الإسلام كاملة ونحو ذلك، الذي أنا على يقين أنه ليس مسلما؟ أين؟ طيب أحيانا يقول البعض طب كلمة سلام، سلام هذه الكلمة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء، هل هي تحية يعني تحية الإسلام أيضا أم لا؟ الراجح أنها تحية الإسلام إذا قال سلام، لكن يعني هناك ما ليس عليه خلاف بين العلماء، وأجره أعظم، وهو أن يقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اللي بيقول إنها تحية بيستدل به قول نبي الله إبراهيم فقالوا سلاما قال سلام قولا قوم منكرون. أيضا لا ينبغي للإنسان أن يستبدل التحية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، مثلا يعمل كده هو معدي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال هذه يعني هذه الإشارة، قال هذه تحية المغضوب عليهم اليهود، يعني هكذا. طيب هل يجمع الإنسان بين السلام وبين الإشارة؟ يجمع بين الإشارة، وخصوصا لو كان حد بعيد، يعني السلام عليكم. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء يوم العيد فألوى بيده وسلم، يعني قال السلام عليكم عشان هم بعيد، فأشار بيده صلى الله عليه وسلم. أيضا من آداب السلام أن يلقي السلام عند قدومه وعند قيامه من المجلس، لو هو داخل في مجلس في ناس يلقي السلام، وهو ينصرف من المجلس أيضا يلقي السلام، هذا من أدب يعني الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يبقى نسلم عند الدخول ونسلم عند الخروج. أيضا من آداب السلام أن يحرص كل مسلم أن يكون هو البادئ بالسلام، أن يحرص كل مسلم أن يكون هو البادئ بالسلام، كن أنت البادئ دائما بالسلام. فقد يعني روى الإمام أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، يعني بدأ المسلمين بالسلام، يعني هذه مكانة عند الله سبحانه وتعالى أن تبدأ أنت بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. احرص على أن تكون أنت البادئ، السلام عليكم أنت تبدأ. نعم، يعني ما أحسن ما يعني في الحقيقة نراه هنا في يعني الحرم، نجد بعض الجنسيات خصوصا يعني الأسيويين الأندونيسيين ونحو ذلك، أنت وأنت تمشي في الطريق هو قبل أن يعني تصل إليه يقول لك السلام عليكم، هو قبل ما تصل إليه هو اللي يبدأك بالسلام، فهذا فيه أجر وفيه فضل عظيم جدا. أيضا من آداب السلام أن المسلم إذا يعني كان مع أخيه المسلم فحال بينهما شيء ثم التقيا يسلم عليه مرة أخرى، يسلم عليه مرة أخرى، يعني مثلا أنا أمشي أنا ومثلا حد من إخواني معي وبعدين عمود مثلا فرق بيننا وبعدين التقينا أقول له السلام عليكم، أو مثلا شجرة أو نحو ذلك أقول له السلام عليكم، هذا من أدب السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا، فليسلم عليه أيضا. فهذا من أدب الإسلام، بخلاف قول بعض الجهلة الذين يقولون كثرة السلام تقلل المعرفة. لا، ده هذا من أدب الإسلام، إننا كل ما افترق حتى ولو بشجرة أسلم على أخي هذا المسلم. أيضا من آداب السلام أنه إذا لم يسمع يعني المسلم عليه عاده ثلاثا، يعني المسلم يعيد السلام ثاني، يعيد السلام مرة ثانية وثالثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أنس رضي الله عنه، يعني يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، سلم عليهم ثلاثا. يعني أنا مثلا مريت بحد مثلا من الناس أو نحو ذلك، أقول السلام عليك، ربما يكون مش سامع، أعيد السلام مرة أخرى، أقول السلام عليكم مرة أخرى. أو مثلا في مكان مثلا وهو أنا أظن أنه مش سامع، السلام عليكم، أعيد تاني عليه السلام، السلام عليكم، بحيث أؤكد على أنني أسلم عليه. أيضا من آداب السلام أن يسلم المسلم على من في بيته إذا دخل، فإن لم يجد سلم على نفسه. يعني أنا عندما أدخل بيتي أسلم على من في البيت، السلام عليكم، أقول لأهل البيت أي حد يلقاني السلام عليكم. فإن لم يكن في البيت أحد، مثلا أنا بيت ما فيش حد وأنا بفتح وداخل البيت، أسلم على نفسي وعلى عباد الله الصالحين، فيقول الإنسان هو داخل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. السلام على الأهل يحدث بركة في البيت. وقال الله تعالى، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. خصوصا مثلا الفنادق نحو ذلك، بيخش الإنسان ما فيش حد في المكان بيفتحه وبيدخل مثلا، أو دخل بيته وليس فيه أحد، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أيضا من آداب السلام السلام على الصبيان، السلام على الصبيان. فكما روى الإمام البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني كان يسلم على الصبيان النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف بعض يعني المتكبرين لا يسلم على الصغار، لا يسلم على الصغار، يعني ظنا أن هذا يقلل يعني من شخصيته. لا، هذا بالعكس، هذا دليل على الرحمة، دليل على التواضع في نفس الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان، بل هذا فيه نوع تعويض لهؤلاء الصبيان على تحية الإسلام، إن الصبي ينشأ على ذلك. أيضا من آداب السلام أن يسلم الراكب على الماشي على الكثير، أن يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. نلاحظ هي أشبه بقاعدة، اللي في وضع أعلى يعني هو الذي يبدأ بالسلام، هو الذي يبدأ بالسلام. قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. يعني لو في مجموعة يقابلون بعضهم البعض، من في حقه
السلام واجبا ومن في حقه السلام مستحبان. اللي في حقه السلام واجب هما القلة، يعني لو في واحد وفي جماعة، الواحد هو جاي الحق في حقه انه يسلم على الجماعة واجب، وهم السلام في حقهم مستحب، لأن الذي يبدأ هو القليل، هو الذي يبدأ القليل. أيضا من آداب السلام أن يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد، أن يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. بحيث ان لو تقابل اتنين بنفس الصفات كده، صغير وكبير، مين الواجب عليه يسلم؟ الصغير. والمار على القاعد، واحد قاعد بيمر، المار هو الذي يسلم. ومن نفس المعنى كل ما دخل فيه بقى، يعني على سبيل المثال شخصين، واحد نازل في درج سلم يعني، وواحد طالع، واحد نازل واحد طالع، من الذي يبدأ السلام؟ الذي يبدأ اللي في العالي، اللي في العالي، لأنه يشبه الراكب، يسلم الراكب على الماشي فيشبه هو الراكب، يبقى اللي في العالي هو اللي يبدأ الإيش؟ السلام أولا. والداخل على طبعا المتواجد، زي مثلا المصاعد الأسانسير يعني، مثلا هو داخل، اللي داخل هو الذي يجب أن يسلم. أيضا من آداب السلام الابتسام عند إلقاء السلام ورده، الابتسام عند إلقاء السلام ورده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقال الله عز وجل: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك من أدب السلام إنك ترد بتحية أحسن من الذي حييت بها. لو قال مثلا المسلم: السلام عليكم، أنت عليك أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله، يبقى زدت هنا، أو ورحمة الله وبركاته. طيب قال ورحمة الله وبركاته، قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيضا تزيد أنت لقول الله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب وبركاته لغاية وبركاته، أي نعم، أقول له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، في رواية كده. طب وصل لحد ومغفرته، حتى أقول له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أهلا يا فلان مثلا، مرحبا يا فلان، بحيث ان انا ازيده فوق ما قال. فحيوا باحسن منها او ردوها. وعليه فالرد واجب والزياده مستحبه. اذا قال لك انسان: السلام عليكم ورحمه الله، لا يجوز ان ترد وتقول: وعليكم السلام. لا، يجب عليك ان ترد وتقول: وعليكم السلام ورحمه الله، يجب ويستحب الزياده. يبقى حيوا بأحسن منها، ده استحبابا، أو ردوها، ده وجوبا. أيضا من أداب السلام المصافحة مع السلام إذا أمكن يعني ذلك. المصافحة إن أنا إذا التقيت بإنسان: السلام عليكم، وأصافحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. أيضا من آداب السلام تعليم آداب السلام لمن لا يعرفها، لمن لا يعرفها، يعني ما نكتفيش بأن احنا نفعل، لا، ونعلم الناس ونقول للناس. يعني حد متعود يقول مثلا: صبحوا بالخير، حد متعود بيقول مثلا: ايه هاي ومش عارف ايه والحاجات دي، نقول له: لا والله، في تحية الإسلام أفضل من هذه التحية، ونعلمه ذلك. فكما روى الترمذي رحمه الله بسند حسن عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه بلبن ودغابيص إلى النبي صلى الله عليه
وسلم. ده غابيص، دي حاجة زي الخيار كده، أو ما يسمى بالأتة عندنا، القثاء يعني، بأعلى الوادي. قال يعني كلد هذا، فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم ولم أسلم، يعني هو عبد من الناس وكده وما عندوش يعني، ولم أسلم ولم أستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ وذلك بعدما أسلم صفوان. ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. نعلم يعني الناس هذا، نعلم الناس السلام. و يعني أنا أعرف أن يعني للأسف كثير من الناس الآن مع هذه الفتن التي نعيشها صار عنده إحباط في مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة الناس إلى الخير، حتى صار عند كثير من الناس يعني روح ما تشغلش بالك، نسأل الله العافية، وانت هتوجع دماغك مع الناس، هتقعد تقول لي ده، لا قول السلام عليكم، قول كذا نحو ذلك. أنت والله يعني المستفيد، أنت الذي ستسأل يوم القيامة عن ذلك، عن تقصيرك، عن تفريطك، وهذا كله الحسبة إن لم يكن من جهة الوجوب في بعض الأحيان. الحسبة، الناس بقت صارت تستعجب الآن وتتعجب لما تجد الناس يقوم يكلم الناس وينصحهم، كل شوية يكلم ده ويكلم ده ويكلم ده، فحتى أنه ربما تجد من يعاتبك ويلومك ويقول لك أنت تتعب نفسك جدا ونحو ذلك. نسأل الله العافية. هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن يقول للراجل تعالى استنى، أما تدخل تقول السلام عليكم ورحمة الله، تستأذن وكذا ونحو ذلك، يعلمه. هذا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه ما كان يهدأ أبدا، وكان كل شيء يتكلم فيه، ما كان يهدأ أبدا. الآن في زماننا هذا لو حد بيعمل كده يقول أنت تعب نفسك، أو كل ما أنت بتسكتش. نسأل الله العافية. عمر رضي الله عنه يمر براعي غنم في الوادي، راعي غنم في الوادي، يعني هو ماشي في وتحت، وراعي الغنم في الوادي بيرعى غنم، فيوقف عمر رضي الله عنه الركب بتاعه، أمير المؤمنين، يوقف الركب كله، الناس كلها، عمر وقف الركب ليه؟ تتخيلوا يوقف الركب ليه؟ ينزل ويقف على حافة الطريق ويرفع صوته وينادي يا راعي الغنم يا راعي الغنم، لحد من الراجل يسمعه راعي الغنم اللي في الوادي هناك. وبعدين يقول: قد مررنا بواد هو أخصب من هذا الوادي الذي أنت فيه، فارجع إلهي. قد مررنا بواد هو أخصب من هذا الوادي الذي أنت فيه، فارجع إليه. يعني بيقول له احنا في وادي خصب ورا في خضرة، ارجع بالغنم دي اللي انت في الوادي ده ما فيهوش حاجة، ارجع هناك في الخضرة اللي هناك دي. كتير منا بقى دلوقتي لو حد كده بيعمل اللي بيعمله عمر ده يستغرب، يقول يا انت شاغل نفسك بكل حاجة، انت شاغل نفسك بالصغيرة والكبيرة، هذا دين يا اخوانا؟ هذا دين؟ ده في حاجة اسمها الحسبة في الاسلام. الحسبة في الاسلام تكاد تكون بتموت عند كثير من الناس الآن. الحسبة إنه الإنسان يدعو إلى معروف أو ينكر منكرا بضوابط معينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في مرضاته. أيضا من آداب السلام عدم ابتداء غير المسلم بالسلام، عدم ابتداء غير المسلم بالسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموه في طريق فاضطروه إلى أضيقه. لا نبدأ غير المسلمين بالسلام. طيب أنا داخل مكان ونحو ذلك في غير مسلمين، لا أبدأهم بتحية الإسلام، وإن كان في تفاصيل بين العلماء في هذه المسألة، منها مثلا أن بعضهم يقول، أن بعض العلماء يعني يقول أن يقال على الهدزة، أو يقال سلام ونحو ذلك. الحقيقة أنه الأرجح في هذه المسألة أنه لا يبدأون بتحية الإسلام. طيب أنا من معايا ناس ونحو ذلك في المكتب، في الوظيفة، في كذا، في نحو ذلك. في الحقيقة هنا الأفضل، أفضل شيء في هذه المسألة
ان انا يعني اما ان افهمهم ان هذه هي احكام الاسلام، او ان انا اقول له لما ادخل مثلا اشغله باي معنى من المعاني، او اذا كان هناك مسلمون في المكان اقول السلام عليكم بنية المسلمين، بنية المسلمين. ايضا من اداب السلام اذا سلم غير المسلم فلا نرد عليه الا بقول وعليكم، يعني اذا قال غير المسلم قال السلام عليكم نقول وعليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب قولوا وعليكم، علشان لو هم بيقولوا السلام عليكم يعني الموت نقول وعليكم ولا نزيدهم على ذلك. فهذه جملة يعني من آداب يعني السلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأن يكون لهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك اليهود الملاعين وأن يهزمهم ويزلزلهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيامة وصالح الأعمال، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.